اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام على صفحه تكمل العربيه، معكم جوزيف ظهريه محلل ومدرب معتمد في هذه الشركه. بهذه الجلسه مثل ما بتعرفوا جلسه بعد ظهري جلسه تعليميه بنشرح فيها بعض المؤشرات واستراتيجيات التداول اللي بنستعملها في الرسوم البيانيه، لا نستعملها طبعا للمضاربه. مثل ما بنعرف الرسوم البيانيه طبعا مصنوعه من عده تايم فريمز، هذه التايم فريمز اللي بنختارها نحن هي حسب المركز او الفتره الزمنيه اللي حابين انه نحن نتمسك فيه للمركز. اذا تحاولنا ناخذ على سبيل المثال رسم بياني لاسعار النفط وهذا الانخفاض اللي عم ينخفضوا اسعار النفط، وهذه اذا بتكون السيطره التامه من فريق الدبب، نحن كمضاربين هل يا ترى نقدر ندخل باي فرص من هذه الفرص؟ وطبعا باستعمال موجات اليوت وتحديد هذه الموجات بالضبط طبعا ممكن نقدر نستخدم بعض استراتيجيات التداول مثل خلينا نقول الكاونتس لموجات اليوت. اذا بدنا ناخذ هذا القاع وهذه القمه طبعا وباخذ بعين الاعتبار مع كل اختراق قاع وقمه، خلينا ناخذ مثل على سبيل المثال عندي انخفاض ومن ثم ارتفاع، طبعا اذا في حال بدي احدد منطقه افقيه طبعا للسقف او خليني اقول للقمه او اخر قمه تسجلت عندي اللي هي هذه القمه او هذا القاع، من الواضح انه عند اختراق هذا القاع نتوقع تكمله الاتجاه الهابط على المدى الوسط للطويل، واختراق هذه القمه اذا في حال السعر اخترقه طبعا رح يكفي اتجاه الصعد، فهذه هي السيناريو الابسط لاخذ بعين الاعتبار استراتيجيه التداول، يعني تلقب بالهيلز اند توبس اوكي او بوتمز اند توبس. فبهيك الحاله اذا بناخذ اخر قاع تسجل عندي مع اختراقه او مع اخر قمه طبعا سجلت عندي مع اختراقه ممكن ناخذ اشارات واضحه لتكمله اتجاه الصاعد او لا اتجاه الهابط. بكل بساطه تحديد هذه فرص الاستثمارات او الدخول والخروج من سوق الفوركس ممكن نستعملها بكل بساطه مع الشموع اليابانيه اللي هي عم تعطيني اشارات بشكل يومي وبشكل متكرر مع اختراقات قمم وقاعان. بكل بساطه هذه الموجة اللي عم نشهدها على أسعار النفط بغض النظر عن ويف 1 أو بيج ويف 1 رح نسميها اللي هي هون عندي A B C الموجات التصحية اللي هي تلقب ببيج ويف 2 اوكي، بيرجع عندي الموجه الثالثه اللي هي قد انتهت بهذه المستويات. ليش على هذه المستويات قد انتهت؟ لانه موجه رقم ثلاثه ايضا تتضمن خمس موجات انخفاض اللي هي ويف 1 2 ويف 3 ويف 4 ويف 5، هذه تتضمن خمس موجات اللي هي 1 2 3 4 5، هيدي انتهاء موجة الثالثه، من ثم موجه رقم اربعه بيج ويف 4 وبيج ويف 5 اللي هي قربت تنتهي. يعني هذه الموجه هي كومبليت اذا بدكم موجه رقم خمسه، الموجه الخامسه اللي هي تتضمن خمس موجات ومن ضمنها ايضا خمس موجات لموجه رقم ثلاثه، فبهذه الحاله عم نقدر نتكلم على انخفاض للرسوم البيانيه لهذه الموجات. هلا بالنسبه لنا طبعا اخر قمه تسجلت عندي هي 59.25 او 59 25 لاسعار النفط، لازم ناخذ بعين الاعتبار انه هذا الانخفاض هو طبعا انخفاض دموي وسيطره فريق الدبب عليه مع ارتفاع ثلاث موجات تصحيه، طالما نحن بعدنا تحت هذه القمه بعدنا بالضغط السلبي ووارد انه نرجع نعزز مراكز البيع، ولكن اختراق لهذه القمه اللي هي اذا بدنا ناخذها بعين الاعتبار هيلز اند توبس او باتمز، اختراق اخر قمه انخفضنا منها بالسوق طبعا هذا بدل على انه بدايه موجه التصحيح بالاتجاه المضاد لهذا الاتجاه الهابط. فسيكولوجيه التداول عم بتكلم عليه بهذه الاستراتيجيه بالذات بتعطيني اشارات واضحه على انه اختراق قمم وقعان تثبتت عندي على رسم البيانه ممكن نستخرج منها بعض فرص الاستثمار، وبهذه الحاله طبعا ممكن نقدر نحدد فرص بيع وشراء. اما بالنسبه لي وهذه جلسه طبعا اسمها مؤشرات للمضارب، مؤشرات للمضارب نحن بهمنا شيء على المدى القصير، بهمنا وقف خساره صغير، يعني اذا بدي اخذ على رسم بين الخمس دقائق مع تسجيل مستويات مهمه على اسعار النفط لانه هلا عم باخذ اسعار النفط لانه عم نسجل قمم وقاعان مهمه جدا، يعني من وراء هذه الموجه التصحيحيه اللي دخلنا فيها اللي هي طبعا افقيه بامتياز، اوكي؟ من الواضح انه سجلت لي قمه، وهذه القمه اللي هي قبل ما اذا بدكم نبتدي هذه الموجه الاندفاعيه بالاتجاه الهابط تم تثبيت مستويات معينه، هل يا ترى من وراء هذه الموجه التصحيحيه تم اختراق هذه القمه؟ طبعا لا، وبهذه الحاله نحن بعدنا بالضغط السلبي وطبعا عندي انخفاض اكثر من رائع وممكن نستفيد منه. هل قبل هذا الانخفاض ايضا تم تسجيل قمه معينه؟ اوكي، قمه ومن ثم قمه ثانيه، فبهذه الحاله لما نكون عم نسجل هيلز اوطن بعضهم البعض او كمم اوطن بعضهم البعض بدل على سيطره فريق الدبب والضعف وسيطره اذا بدكم الانخفاض على هذا الرسم البياني بغض النظر شو اسمه، اذا كان دبليو تي اي، اذا كان يورو، اذا كان ذهب، اذا كان استرليني بغض النظر. فمع هذه الحاله تسجيل القمم اوطن بعض البعض بدل على تكمله اتجاه الهابط. هلا اذا في حال احنا بدنا نسجل ارتفاع ومن ثم قاع معين ومن ثم ارتفاع عن جديد بصير عندي قاع
او قاع تاني بقدر ثبت عليه وابتدي استراتيجيه تداول باتجاه الصاعد اذا في حد فكر بالشراء، واصبح عندي وقف خساره اللي هي اخر قمه سجلت عندي وتاني عفوا اول قاعه سجل عندي وتاني قاعه سجل عندي. فاول ما يكون عم نسجل بعض القيعان ممكن نبتدي بالتفكير بالاستثمار على المدى الوسط للطويل بالاتجاه الصاعد. هلا بالنسبه لي البارابوليك السي ار هو وقف خسارتي، وهو ممكن نستعمله باتجاه اذا بدكم على المدى الوسط للقصير، استعمال هذه النقاط ممكن استعمالها على سبيل الخمس دقائق وحتى الدقيقة واحدة إذا في حال عندي فولاتيليتي وتقلبات ضخمة، على سبيل المثال انخفاض أكثر من إذا بدكم هائل لأسعار النفط مثل المستويات اللي عم نشهدها نحن من 58.85 لمستويات 57.45، هذا انخفاض أكثر من 140 نقطة. يعني لما نسجل بارابوليك أسي آر نقطتين بهذا الشكل بقدر أنا أدخل بمركز شراء مع وقف خسارة تحت آخر قاعة سجل عندي، فبهيدي الحالة نتوقع إنه ممكن يكون عندي إشارة انعكاسية مع وقف خسارة قريب جدا، إذا في حال بدي آخذ بعين الاعتبار ستوب لوس قريب جدا للمضاربة فقط. هلا البارابوليك اس ار طبعا على رسم بيان الدقيقه ما بيمشي حاله مع العملات، عم نتكلم هون على جيرمان داكس، على المؤشر داكس الالماني اللي هو سريع جدا، عم نتكلم على اسعار النفط اللي هي ايضا سريعه جدا، ولكن اذا في حال بدي اخذ رسم بياني 15 دقيقه او خلينا نقول نصف ساعه اتوقع انه ممكن يكون عندي اشاره اخرى لا اذا بدكم تحديد اوقاف الخساره. يعني بهذه الحاله هون عم بتلاحظوا البارابوليك اس ار عطيني مراكز بيع مع وقف خساره ونقطتين فوق السعر، فنتوقع انه لما يجي يرتفع سعر النفط ويخترق هذه النقاط نتوقع انه ممكن نشهد ارتفاع، وبهذه الحاله بيجي بيسجل عندي نقاط بالاتجاه الصاعد للبارابوليك اس اي ار. فانا انتظر اختراق هذه النقاط ليتم تسجيل عندي نقاط بالاتجاه الصاعد، وانا بدخل بمركز شراء مع وقف خساره اخر نقاط البارابوليك اس اي ار اللي تم تسجيلها عندي. فبهذه الحاله بكون عم بقدر انا ادخل او اخرج من المراكز بشكل امن وقلص من المخاطر الموجوده عندي. هلا كيفيه تحديد القيعان اللي ممكن تسجل من وراء انخفاض واضح، من الواضح انه انا عندي فيبوناتشي اللي بستعملها من اخر قاع لاخر قمه، وبتحديد مستويات ال 161% بتكون عم بحدد مستويات او اهداف الموجه الخامسه. ويف 1 2 1 2 3 4 5 ويف 3 ويف 4 ويف 5 انتهاء خمس موجات بامتياز 1 2 3 4 و 5. الموجه الخامسه بكل بساطة تم تسجيلها لمستويات 161% اللي هي إذا في حال تم تثبيتها أتوقع ثلاث موجات تصحية لزيادة مستوى $60 عن جديد لأسعار النفط على المدى القريب. فبهذه الحالة بنكون نحن عم ناخذ بعين الاعتبار كل الأمور اللي تم تسجيلها إذا بدكم وكل السيناريوهات المفترضة وبنقدر نقلص المخاطر. بينما إذا في حدا أنا عم بختار مرحلة أفقية لأتداول فيها، أنتم عارفين إنه بكون رح تكون أقل خسائر إذا بدكم عم تسيطر على التداول تبعي. ممنوع ندخل بمرحلة أفقية بامتياز للتداول، لازم ننتظر اختراقات معينة. هذه المرحلة الأفقية ولو حتى بالاتجاه الصاعد ما بقدر اتداول فيها لأن بكون عندي ارتفاعات وانخفاضات بشكل ضخم جدا، فبنتظر اختراق معين، وهذا الاختراق بريك أوت تحت خط الدعم لأقدر انتظر إشارة بيع وسير عزز مراكز البيع، ادخل واخرج من السوق بشكل سريع كمضاربة وأيضا لجن الأرباح السريعة. فبهذه الحالة طبعا المضاربة في شهر نوفمبر هي أصلا خطأ، وقربنا على نهاية السنة، وطبعا الفولاتيلتي والفولاتيلتي اندكس الفيكس مؤشر الفيكس بدل على انه ممكن طبعا نبتدي بالتقلبات المرتفعة قرب نهاية السنة. كيف ممكن نقيس الفولاتيلتي اندكس او مؤشر الفيكس؟ ندخل على اي موقع ممكن يكون عنده الفيوتشرز، وبندخل على الفي اي اكس الفيكس لما نشوفه باللون الاخضر الفي اي اكس، بهذه الحالة نتوقع انه يكون عندي اذا بدكم اشارة على انه التقلبات قادمة بالاتجاه الصاعد. ليكو الفولاتيليتي اندكس ممكن يدخل مرحله افقيه بامتياز، ولكن النهار اللي بتشوفوا هذه السبايكس والارتفاعات والانخفاضات بتعرفوا انه نحن في بدايه تقلبات مرتفعه. عم بتلاحظوا هلا ارتفاع المؤشر الفيكس ل 1980 كل عمره يتداول تقريبا قرب مستويات ال 10 وال 15، فبهذه الحاله هذه المرحله المتوسطه اللي هي تعتبر اذا بدكم ما عندي اي اشاره على انه خلينا نقول اي ممكن تكون عندي اشاره واضحه على انه ممكن
ترتفع التقلبات، ولكن لما نشهد ارتفاع عن مستوى ال 14 15 والدول قرب ال 19 وال 20 وال 25، بهذه الحاله بنكون عم نقدر نشهد بعض التقلبات والفوليتيلتي اندكس عم ترتفع. لما الفوليتيلتي اندكس يرتفع نتوقع انه التقلبات تكون مرتفعه، ارتفاعات وانخفاضات غير منتظمه، التداول والمضارب بيكون اصعب. بهذه الحاله نتوقع انه لازم ناخذ بعين الاعتبار المؤشرات اللي هي بنقدر ندرسها على المدى الوسط للطويل لنقدر نستفيد من فرص الاستثمار. ولكن استعمال موجات اليوت طبعا ما ممكن انه الكل يحددها، ولكن ممكن نقدر ناخذ بعين الاعتبار موجات مهمه مثل 1 2 3 4 5 كموجه وكانتهاء الموجه الخامسه وبدايه موجه الصحيه ويف اي، الريجولر ويف بي وويف سي اللي هي ممكن تنتهي قرب هذه المستويات. هلا اسعار النفط على المدى الوسط للطويل ومع الاكتفاء الذاتي اللي اصبح عند الولايات المتحده ممكن نشهد بعض الموجات التصحيه لزياره مستوى ال 65 ومن ثم تعزيز مراكز البيع على المدى الوسط للطويل لتثبيت قاع الخمسين. شان تثبيت قاع الخمسين على رسم بين الأسبوعي ومع انتهاء خمس موجات انخفاض 1 2 ويف 3 الضخمة ABC ويف 4 ويف 5 انتهاء هذا القاع تدينا بموجات تصحية ويف A ويف B ويف C. هذه الموجة اللي هي طبعا ممكن تكون قد انتهت كموجة تصحية نتوقع ثلاث موجات، يعني ارتفاع أسعار النفط لزيارة مستويات الـ 67 هلأ قبل ما نكفئ اتجاه الهابط بتعطيني أمل على أنه لازم أعزز مراكز البيع. واللي بيدعم هذه النظرية على أنه negative correlation أو العلاقة العكسية بين أسعار النفط وأيضا الدولار كاد قربنا للنهاية، ومع تثبيت مستويات الـ 76.4% على زوج الدولار كاد اللي عم نتداول بقربه هلا وعم نواجه بعض المقاومه وميجر ريزيستنس، بهذا الحال بنكون عم نسجل ليدنج دايجونال 1 2 3 4 5 ارتفاع الموجه التصحيه بشكل مثلث ميل على ارتفاع. بهذا الحاله عم نسجل 1 2 3 4 5 6 7 7 سوينجز. هاي شو يعني؟ يعني بيج ويف A بيج ويف B وويف C. بيج ويف C اللي هي تتضمن خمس موجات اللي هي هون 1 2 3 4 5. بهذه الحاله بيج اي بي سي بنكون انهينا الموجات التصحيه قرب مستويات ال 76.4% اللي هي المستويات اللي نحن بنضيفها فقط في شركه تكمل المستويات المنتظره المستويات الاساسيه على فيبوناتشي ريتريسمنت، لاخذ بعين الاعتبار انه هذه المناطق على فيبوناتشي ريتريسمنت هي المناطق المهمه. كان عندنا مستويات 38 مهمه 50 61%، ولكن بالوقت الحالي لانه اصبح عندي تقلبات بالسوق اكثر بنضيف مستويات 76.4% 84.6 و88.2. هذه المستويات المنتظرة والأهم بالنسبة لنا، أهم من هذه المستويات القديمة اللي كنا نداول عليها ونخدها بعين الاعتبار تقريبا منذ سنة أو سنتين لورا. هلأ بالنسبة لأسعار النفط طبعا ممكن ننتظر بعد موجة تصحية قبل ما نبتدي إذا بدكم بهذا الانخفاض أو العفو الارتفاع التصحيحي، ممكن يتم تثبيت هذه المستويات مستويات 61% ونبتدي بهذه الموجة التصحية بالاتجاه الصاعد على المدى الوسط للطويل. وطبعا انا بالنسبه لي للمضاربه كنت حابب اشرح فقط مؤشر البارابوليك السي ار اللي هو يعتبر او ممكن ناخده بعين الاعتبار لفقط استعمال وقف الخساره اللي هو موجود على منصه التداول. نضغط على الكروس هير بارابوليك السي ار بنخلي المعدلات او الارقام نفسها، نضغط على اوكي وبتطلع امامنا الخطوط او النقاط الزلق. بوعدكم بالمرحله القادمه راح نكون عم نشرح بعض الاستراتيجيات والمؤشرات اللي ممكن نستعملها بشكل يومي ومضاربه، وطبعا نصيحتي لكم تذرونا بهذه الجلسات القادمة التعليمية، ونحن رح نقوم بتغطية مباشرة بشكل يومي وصباحية. بتعرفوا ان احنا بشكل صباحي يعني بجلسة غد اللي هي طبعا مع افتتاح الاسواق الاوروبية الساعة 10 او 11 بتوقيت السعودية بنقوم بتغطية مباشرة، وطبعا بنقوم بتغطية او على معظم العملات الرئيسية والازواج الموجودة عندي على منصة التداول. انطرونا بجلسة صباحية غدا، كان معكم المحلل التقني من شركة تكمل جزاف ظهري، الى اللقاء.